السائل يقول: ما الحكم إذا كان هناك بيت ملك التسعة ورثة ذكور وإناث كلهم مجمعون على البيع إلا واحد يرفض البيع بدعوى أن أبانا قد وصى بعدم بيع البيت وهو بذلك يعطل مصالحنا؟ يجبر على البيع أو قال إن يشتري هو البيت، حريص على توصية أبوك، تفضل اشتري أنت البيت. لا ما معيش، طب خلاص اتفضل، في مشتري هيبيع، خد نصيبك وخلي نصيبك زي ما هو في البيت، لكن ما يوقفش رغبة لا الجميع في البيع. ده ضرر، ده تعسف في استعمال الحق، لا يجوز شرعا. جزاكم الله خيرا.